الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن سعداء بهذا اللقاء وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يبارك في قناة آيات وما تقوم به من الجهود الطيبة في خدمة القرآن وخدمة السنة وخدمة الدعوة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الإخوة القائمين عليها، وعلى رأسهم الشيخ ناصر، فضيلة الشيخ ناصر القطامي، والإخوة القائمين على القناة من الإداريين ومن غيرهم. بارك الله في الجميع. نحن الآن في هذا الشهر العظيم، وهو شهر رمضان، وهذا الشهر الوحيد الذي ذكره الله في القرآن، وقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذكره صريحا باسمه من بين الشهور، واصطفاه الله عز وجل من 12 شهرا، وأنزل فيه كتابه سبحانه وتعالى، وهو أفضل الكتب، بل جمع الكتب السابقة، وهو أشرف كتاب أنزل في رمضان. وهذا شرف عظيم، شرف الزمان وشرف الكلام. وسبحان من تكلم بهذا القرآن، هو كلامه سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم: لولا أن الله ثبت هذه الأفئدة وذلل هذه الألسنة ما نطقت بكلام ربها. كيف وهو كلام الجبار القهار سبحانه وتعالى، الملك العظيم خالق الخلق، له أمر الدنيا والآخرة، وإليه ترجع الأمور، وإليه المصير، وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له كل شيء، كل شيء يتذلل له سبحانه وتعالى، ويشهد بوحدانيته وبربوبيته سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الاسم الأعظم، الكل يرجع إليه من الإنس والجن والمخلوقات جميعها. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة دون سواه. وهو سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت. الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحانه يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. سبحانه الكل يخضع له، والكل ينقاد له سبحانه وتعالى. ملك عظيم، وهو رحمن رحيم وشكور ودود سبحانه وتعالى، يعطي على القليل الكثير سبحانه وتعالى، ولا يؤاخذ بالجريرة، حليم سبحانه وتعالى وستير سبحانه. نسأل الله أن يسترنا وأن يحلم علينا وأن يتجاوز عن تقصيرنا. نعيش مع كتاب الله، مع القرآن الذي أنزله الله في رمضان، وهو كتاب كلامه سبحانه وتعالى، كتاب وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، كلامه نطق به حقا سبحانه وتعالى. فالقرآن هو حياة القلوب، ولا يحيا الإنسان إلا بالقرآن، الحياة الحقيقية التي يعيش بها ويعيش فيها الإنسان، يعيش بروحه في القرآن، وتطمئن نفسه، ويرق لسانه، ويسكن قلبه، ويخشع لكلام الله عز وجل. وكذلك أنزلناه روحا من عندنا،
وكذلك أوحينا إليك روحا من عندنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نسأل الله أن يهدينا وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا جلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أيها الإخوة وأيها الأخوات، القرآن حياة ولا غنى عن القرآن. فمن أراد العزة والسعادة فعليه بالقرآن. والله لا نجاة لا في الدنيا من همومها وغمومها وأحزانها، ولا من الآخرة، ولا نجاة من الآخرة من سكرات الموت ومن سؤال منكر ونكير ومن الحشر والنشر وتطاير الصحف والأهوال العظيمة والكروب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكما وصفها القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يومئذ وقعت الواقعة. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاء وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم. لا نجاة من هذه الأهوال وهذه الشدائد إلا بكتاب الله، والاعتصام بكتاب الله وتدبره، تدبر القرآن. لا نجاة إلا بتدبر القرآن والإصغاء إلى القرآن والعمل بالقرآن والحياة والعيش مع القرآن. فهذا القرآن هو النجاة من كل هذه المشاكل، مشاكل الدنيا، مشاكل الآخرة، ولا بد من التدبر. فأنا أوصي نفسي وإخواني وإخوتي وأخواتي وبناتي وأبنائي وبناتي بتدبر القرآن. يعني حينما أقرأ الآيات وأقرأ، لا بد أن أتدبر هذه الآيات وهذا القرآن، لا بد أن أتدبر ما أقرأه وأعرفه، أعرف ما هذه، ما معنى القرآن. يعني أعرف ما معنى التدبر. التدبر كما قال بعضهم التفكر الشامل الذي يوصلك إلى دلالات الكلام وفهم هذا الكلام. ومعنى التدبر كذلك للقرآن هو التفكر والتأمل لآيات القرآن من أجل فهمه وإدراك معانيه وحكمه والمراد به. يعني هو أن تقرأ الآيات وتفهم ما هذا الكلام، ولا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم. حين القرآن الحمد لله حينما يسمعه، حتى لو لم يفهمه الإنسان حينما يسمع القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن يعني أنوار تدخل في قلوب عباده سبحانه وتعالى. وبكثرة التلاوة فإن الإنسان يخرج من هذه التلاوات يخرج بفوائد عظيمة: السكينة والطمأنينة وذهاب الهموم وذهاب الأحزان وذهاب القلق والتوتر. هذا مشاهد لمن يقرأ القرآن ويعيش معه. قال سبحانه وتعالى في الآيات: قل آمنوا بها أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هذا هو القرآن، أهل العلم إذا قرأوا يخرون للأذقان سجدا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال سبحانه وتعالى: ويزيدهم خشوعا.
والله سبحانه وتعالى كرر هذا، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني يقرأها بمجرد قراءة فقط. ولقد ذم الله عز وجل اليهود حينما قال سبحانه وتعالى: ومنهم أميون، يعني يقرؤون بس، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني يقرؤون التوراة قراءة فقط، لكن لا يعلمون ما فيها ولا يتدبرونها. والله عز وجل ذم الذي يقرأ ولا يتدبر ولا يستفيد، فقال سبحانه وتعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني لم يتدبرها ولم يعلم ما فيها ولم يعمل بما جاء فيها. وهكذا القرآن يحتاج إلى فهم الآيات، والقرآن إذا ما أثر في صاحبه أولا فكيف هو يتعامل مع الآخرين إذا لم يتعامل مع القرآن؟ إذا لم يتعامل مع القرآن بالتدبر والفهم ويستفيد من أنوار القرآن ومن أجواء القرآن التي يعني تملأ قلبه وعقله ويعيش، فكيف يتعامل مع غير القرآن؟ فحينما الإنسان يجتمع مع يقرأ القرآن لابد أن يجمع قلبه بقراءة كتاب الله آية، يجمع ويسمعها ويقرأها ويطلع على كلام أهل العلم فيها، ويعرف السورة ويعرف ما فيها ويعرف الآيات وهكذا حتى يستفيد. حينما أقرأ مثلا سورة الفاتحة أقول: سبحان الله، فاتحة الكتاب، ما هي فاتحة الكتاب؟ ولماذا سميت فاتحة الكتاب؟ هذه الأسئلة، وما هذه الأشياء التي اشتملت عليها فاتحة الكتاب؟ ففاتحة الكتاب هي أم القرآن، هي أم القرآن، وهي أفضل، يعني أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن أعرف أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. ولذلك ورد في فضلها عن سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم أجب، فلما قضيت الصلاة قلت: يا رسول الله. قال: لم يقل الله: يا الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فقلت: يا رسول الله، كنت اصلي. فامسك بيدي وقال: لأعلمنك اعظم سوره في القران. فلما اراد ان يخرج فقلت: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، الم تقل لأعلمنك اعظم سوره؟ قال: نعم، فاتحه الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه فاتحة الكتاب، وتسمى نقرأ، لابد أن نتدبر هذه السورة. يقول سورة الفاتحة هي السبع المثاني، وهي كما ذكر الله عز وجل في سورة الحج: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهي السبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة، هي الفاتحة. و سورة الفاتحة هي الكافية ولها أسماء كثيرة، ولكن فيها أسماء وردت بنص القرآن زي: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: سورة الفاتحة ما لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وبفاتحة الكتاب. وتسمى سورة الحمد لقوله تعالى سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. العلماء استنبطوا، وتسمى الكافية وتسمى الشافية لأنها تقرأ بالرقية الشرعية. وحديث البخاري أو مسلم الذي لدغ سيد أهل الحي وقرأ عليه الراقي سورة الفاتحة فبرئ، فيدك كذلك الراقي الشافية أو الكافية والمانعة، ولها أسماء كثيرة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لما أنا أتدبر قراءتها: الحمد لله رب العالمين، قل إثبات جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، إثبات جميع المحامد لله رب العالمين، وهو رب سبحانه يربيهم سبحانه وتعالى ويطعمهم ويسقيهم، والعالمين جمع عالم وهو كل عالم سوى الله
وبعضهم جعل العوالم أربعة: عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الشياطين، وبعضهم زاد على هذه العوالم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الرحمن هو اسم من أسماء الله، والرحيم. ولذلك قال بعضهم الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين، لما ذكر العالمين قال الرحمن، لأن الرحمن سبحانه وتعالى يعود على العالمين فهو يرحمهم، ومعنى يرحمهم جميعا كافرهم ومسلمهم وعاصيهم وطائعهم وجميع المخلوقات، يرحمهم يعني يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم، ينزل عليهم المطر وينبت لهم الضر والزرع، يعني يرزقهم من المأكولات والمشروبات وما سخره له سبحانه وتعالى، سخره لهم من هذه الأشياء التي تقول لا تقوم الحياة إلا بها، سخر لهم سبحانه وتعالى كما في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون، وثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون، ثم قال أفرأيتم النار التي تورون، كما في سورة الواقعة. سورة الواقعة اشتملت على أربع عناصر لا تقوم الحياة إلا بها، وهي الجنس البشري في قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، وكذلك الحرث والزرع وما فيه، وقال سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون. ثم سبحانه وتعالى ذكر الماء: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن، يعني من المطر أو من السحاب. طيب أفرأيتم النار التي تورون، يعني تستدفئون بها في الشتاء وتستوقدون بها وتطهون بها ما تريدون من الطعام. لو هذه العناصر لا تقوم الحياة إلا بها: الجنس البشري والحرث والماء والنار. فالله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين الرحمن، ثم قال الرحيم، الرحيم مالك يوم الدين. فقال أهل العلم الرحيم هو خاص بالمؤمنين يوم القيامة لأنه متعلق بيوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني هو الذي يملك يوم الدين سبحانه وتعالى، هو يوم الجزاء. فالله عز وجل يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة، يغفر لهم ويدخلهم الجنة. فالرحمن خاص بالعالمين جميعا، والرحيم خاص بعباده المؤمنين يوم القيامة، يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم الجنة. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك بالعبادة، ونستعين ولا نستعين إلا بك. هذه الآية العظيمة هي توحيد الألوهية، وطبعا رب العالمين توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بعدين اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، طريق إلى الجنة وطريق الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الذي كيف نتدبر هذا الطريق؟ اهدنا الصراط المستقيم. ولما نجي نتدبر القرآن، من أفضل التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم التفسير بالسنة، ثم التفسير بأقوال الصحابة، الذي أقوال الصحابة، وتفسير التابعين، تفسير اللغوي، تفسير الموضوعي. التفسير المحرم هو التفسير بالرأي، يعني لا أقول في كتاب الله من رأيي وهوايا كما قال بعضهم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الراشد لما سئل عن فاكهة أبى، فقال: وأي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله من غير علم. لابد أن نرجع إلى أهل العلم في كتاب. فاهدنا الصراط المستقيم، أما نقول الحمد لله رب العالمين تفسيرها في سورة الشعراء كما قال الشنقيطي وغيره من أهل العلم، وهي قوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما كنتم موقنين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لما ذكر الصراط المستقيم ذكر من الذي سلكوه،
قال صراط الذين أنعمت عليهم. لذلك هذا ندعو بها في الصلوات 17 مرة، نقرأ الفاتحة نتدبر فيها. لماذا نقرأها 17 مرة؟ هذا التدبر، لأنها نذكر الله سبحانه وتعالى، ونثبت جميع المحامد لله سبحانه وتعالى في قوله الحمد لله رب العالمين، ومن صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه الرحمن الرحيم. ثم نقول مالك يوم الدين، ومالك يوم القيامة، مالك اليوم، ومالك ما يقومون في هذا اليوم سبحانه وتعالى. وبعدين إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، يعني لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. ثم ذكر أن المؤمن في الصلاة دائما يقول اهدنا، يعني ارشدنا، دلنا على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الطريق الواضح المستقيم الذي ليس اعوجاج، ليس فيه اعوجاجة، ليس فيه اعوجاج. وماذا نقول فيه؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذي أنعم الله عليهم؟ تدبر القرآن، لازم أتدبر، أعرف الآية كيف أتدبرها. هذه الآية مفسرة في سورة النساء في قوله تعالى ومن يطع الرسول ويطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يحسن أولئك رفيقا، هذا هؤلاء هم الرفقاء، هذا هو الرفيق، الرفيق في الجنة، وهم من أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، وهم الأنبياء رضي الله عليهم الصلاة والسلام. فإذا الصراط هنا فسر في سورة الفاتحة، فسر في سورة النساء صراط الذين أنعمت عليهم. ثم هذه الآية أنعمت عليهم هنا وقف، وهذه رأس آية عند علماء العدد، كما قال بعضهم عند الكوفي وعند المكي. هذه الآية كلها آية، آية كلها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، هذه آية. وقال بعضهم تنقسم إلى آيتين، فلم يعدها المكي والكوفي، ولذلك آية عندنا في مصحف، في المصحف في رواية حفص، لكنها عند البصري وعند المدني الأول والثاني وعند الدمشقي والحمصي وعلماء العدد، يعني علماء العدد 7 هم الذين نقلوا إلينا هذه الآيات التي فيها بعض الآيات تعد آية أو لا تعد آية. والسبب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف أحيانا على الآية وأحيانا يصلها، فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عد آية فيعتبرها آية، ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليها فيعدها آية، وهكذا. فصراط الذين أنعمت عليهم هذا بعضهم عدها آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية أخرى. وتفهم أن الإنعام غير الغضب، وغير الغضب لأن يفصل بين الإنعام والغضب، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. ومعروف المغضوب عليهم هم اليهود ومن على شاكلتهم، والضالين هم النصارى ومن على شاكلتهم. المغضوب عليهم أن ذكروا في سورة تفسير هذه الآية في سورة المائدة في قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. والضالين الذين تعلموا العلم ولكن لم يعملوا به وضلوا الطريق في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا التدبر الإنسان لما يقرأ ويتدبر الآيات ويقرأ في القرآن يستطيع هو يخرج هذه الآيات، ولكن الأولى له أن يرجع إلى التفسير، تفسير العلماء هم الذين يستنبطون. ومن رق قلبه ويعني رق قلبه واتسعت مداركه ونورت بصيرته بالقرآن، فإنه يستطيع أن يجمع الآيات ويعرف أن هذه الآية
لها علاقة بهذه الآية. هذا هو التدبر والفهم، والتدبر لا يأتي إلا إذا الإنسان تدبر الآيات فهمها، يأتي الفهم، والفهم والتدبر يأتي يعني علاقتهم واحدة، فلا بد أن يفهم. يعني سورة الفاتحة هكذا يعني يتدبرها القارئ حينما يقرأها يقرأها في الصلوات والصلاة المكتوبة، أو يقرأها في النوافل وفي الفرائض، ويحاول يقرأها قراءة صحيحة، لأنها هي ركن من أركان الصلاة، لا تقبل الصلاة إلا بها، ويقرأها على معلم حتى فعلا يعني يقرأها قراءة صحيحة، لأن القرآن أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وفي رمضان، وأول آيات كما تعلمون نزلت هي أول الآيات في سورة العلق، إنما قال حادثة غار حراء نزل عليه الملك ثم ضمه إلى صدره وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ يعني لا أعرف القراءة، فكرر هذا الكلام 3 مرات ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك من الذي علم القرآن؟ الله سبحانه وتعالى، الرحمن علم القرآن. لذلك الرحمن لم يذكر في سورة بدأت بالرحمن إلا في سورة الرحمن، الله عز وجل جعل سورة سماها باسمه سبحانه وتعالى، قال سورة الرحمن وافتتحها قال الرحمن علم القرآن. من الذي علم القرآن؟ الرحمن سبحانه وتعالى. وهكذا نزل جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الخمس حتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من أراد أن يعلمه ويصطفيه من أهل القرآن، وهنيئا لأهل القرآن بأن الله عز وجل اصطفاه من بين عباده لحمل كتابه سبحانه وتعالى ولقراءته وتدبره وتعليمه للناس والعمل به، وتكون يكون القصد وتكون النية أن يعلم القرآن، يتعلم ويرفع الجهل عن نفسه ويكون من أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين، قالوا من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله خاصته، ويتعلم القرآن، يقول أنا أتعلم القرآن لأنال الخيرية، قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أنا أقرأ القرآن وأحفظ القرآن ليكون القرآن شفيعا لي، قال صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، أنا أقرأ القرآن حتى أرتفع درجات يوم القيامة. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يقال لصاحب القرآن، الصاحب الذي لا يترك صاحبه، لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، قال أهل الحديث يعني تحفظها. فنسأل الله سبحانه وتعالى طرق التدبر هذا، كما أنا قلت لا بد أن يقرأ الآيات ويتدبر ما فيها، فيبدأ يقرأ الآية ويعرف ما فيها، وإذا يعني أراد أن يقرأ لا بد أن يقرأ على شيخ، على معلم، ويقرأ تفسير الآية ويتدبرها، كما قلت في بداية كلامي في سورة الفاتحة، كيف أنا أتدبر الآية؟ أفكر فيها، لا بد من التفكر في الآية، يعني ما هذه الآية؟ الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ ما معنى الرب في اللغة وفي الاصطلاح وشرعا، لغة وشرعا، ما معنى العالمين؟ هذه المعاني هذه هي يعني تأخذني التفكر، هذا يأخذني إلى التدبر فأتدبر. إذن الحمد، أي نعم الحمد لله، يعني جميع الحمد لله سبحانه وتعالى، جميع المحامد لله، هذا هو التدبر. وهكذا رب العالمين يعني هو الذي يربيهم سبحانه وتعالى، وهو الرب الذي
يربي عباده، يعني يطعمهم ويسقيهم والى اخره، وهو ربهم سبحانه وتعالى وخالقهم. هكذا العالمين كما قلت، يعني انا اتفكر في هذه، وهكذا جميع القران. والله عز وجل هذه طرق التدبر، انا لابد ان اقرا الايه واتدبرها، واتدبر اقرا الايات التي ورد فيها التدبر، كما في قوله تعالى: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فالقلوب لها اقفال، لا تفتح هذه القلوب الا اذا تدبرنا القران واستمعنا للقران. القرآن إذا تدبرت الآيات انفتح القلب للقرآن، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هذا القرآن، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا القرآن الله عز وجل يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جل والتقدير، لكان هذا هو القرآن الذي بين أيدينا. فطرق التدبر: نقرأ الآيات ونتفكر فيها، ثم نتدبرها مع غيرها، ونقرأها على المعلم والشيخ، ثم نقرأ التفسير. وبهذا نتدبر الآيات ونلتزم يعني بهذه الطرق. ومن العلامات التي تحصل من تدبر الآيات، الإنسان إذا قرأ الآيات أحيانا يجتمع القلب على هذه الآيات، فيحس يشعر بالخوف ويشعر بالتقصير لله سبحانه وتعالى. وإذا تدبر القرآن فيبكي، فيحصل البكاء من خشية الله لما يتدبر. الحمد لله يا رب العالمين، لما أسماء الله الحسنى يقرأ آيات العظمة: الله لا إله إلا هو، آيات التوحيد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ويقرأ آيات المراقبة التي يشعر بها، فإذا قرأها يحصل طرق التدبر. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهو معكم أينما كنتم. لما أنا أقرأ وأقول الله عز وجل هو معي أينما كنتم، في البر في البحر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم، العلم سبحانه وتعالى يعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا إلا في كتاب. هذه المراقبة، وأن الله عز وجل يعلم. وهكذا آيات لآيات، فإذا ازداد الخشوع ويحصل زيادة الإيمان. ودليله كذلك ان الانسان يكرر الايات، يكرر الايات. وفي ايات الجنه، لما يقرا الجنه ايات الجنه يفرح: بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات. ويقرا الايات اللي فيها العذاب كذلك، ويخشع ويخاف. هذا هو التدبر، طرق التدبر. يقرا هذه الايات، ايات الجنه وايات النار، وهكذا.